تستقبل معارض أهلا مدارس رئيسية بمدينة النصر الجمهور بعد افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث يتم طرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلتها في الأسواق الأخرى بنسبة تصل إلى 30%. وتم أيضا إطلاق ما يقرب من 84 سيارة متنقلة لتوفير المنتجات بأسعار مخفضة أيضا في القرى والميادين العامة. وللمزيد حول فعاليات معرض أهلا مدارس معنا المراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني من مقر المعرض بمدينة نصر. أحمد، بعد التحية صف لنا الأجواء لديك الآن ومدى إقبال المواطنين على هذا المعرض. بداية، هناك إقبال كبير من المواطنين على هذا المعرض المقام في الفترة من 15 من سبتمبر وحتى 29 من سبتمبر. هذا المعرض المقام هنا في أرض المعارض أو قاعة جهاز تنمية المشروعات. هذا المعرض مكون من طابقين فيه جميع المستلزمات المدرسية وما يحتاجه الطالب للدخول إلى المدرسة، بالإضافة إلى أن هناك أيضا منتجات غذائية ومنتجات أخرى من الملابس والزي المدرسي. كل ما تحتاجه الأسرة المصرية موجود هنا في هذا المعرض، التخفيضات تصل إلى 30%. هذا بالإضافة إلى أن هناك منتجات من الصناعة المصرية وبجودة عالية منتشرة سواء في الطابق الأول أو الطابق الثاني من هذا المعرض. نشير أيضا إلى أن معارض أهلا مدارس في الشوادر وفي النقاط الأخرى في المحافظات الجمهورية والقرى والميادين هي مستمرة حتى منتصف شهر أكتوبر القادم بإذن الله، ولكن المعرض هنا مستمر حتى 29 من سبتمبر في مدينة نصر، وبالتالي هو فرصة جيدة جدا للأسرة المصرية للاستفادة من هذه التخفيضات الكبيرة وهذه الجودة العالية. تحدثت مع عدد كبير من المواطنين والعارضين، المواطنين أعربوا عن إعجابهم ورضاهم بشكل كبير سواء بالتخفيضات والعروض المقدمة لهم وجودة المنتجات، والعارضين أيضا أثنوا على أداء القائمين على تنظيم هذا المعرض وقالوا أن كل عام يكون التنظيم أكثر بصورة أكثر روعة عن العام الذي قبله. هذا هو المشهد هنا، نتابعه معكم حتى بإذن الله بداية الدراسة في الشهر القادم. شكرا لك زميل أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا من مقر المعرض بمدينة نصر.